السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت كنصور يعني الناس. بغيت نوري لكم الناس فين كيعيشوا، كيفاش كيعيشوا في هذا الوقت هذا، ما خدامين ما ردامين ما والو. هادشي غير باش تعرفوا الناس مساكين فين ساكنين، كيفاش عايشين، لان درت فيديوهات كيتقطعوا لي عندي لا ميموار وقيلة عامرة. هانتوما ها. الناس ساكنين في الجبل، عاد الناس ما نقدروش يعني بعادين علينا بزاف باش نصور لكم هادشي. تشوفوه يعني تشوفوا الحاله ديال الناس فين كيعيشوا. كاين الناس مساكين عشان عايشين في واحد الحاله. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاد الناس اللي خاصهم المساعده، شوف مساكين، ها راه منهم الواد، ها منهم الواد ومنهم الغابة. هانتوما كيفاش كيعيشوا. هادي دار بوحدها، هاديك دار بوحدها، وكاينين ديور اخرين ما قدرش نوصلهم. واحد الدار راها في الجبل، وهاديك راها شويه، يعني باش تعرفوا شنو كيفاش الناس كيعيشوا. السلام عليكم سي ادريس، مليحه هو بخير. السلام عليكم، مليحه تما بخير. ها نتصور واتصور خشى السكريشن الاخوان، نتصور ايوا نتصور. سلام لك، قصيام قوي جيش. سلام واش مدي خير؟ مزيان الحمد لله، الله يجازيك بخير. خير خي وقع شي نكتيتيري على واد الحار، الله يرحم. غير دي ساعدين غير خاض حتى غير نسافيني نيال والقص نقص غير نكمل اقل غني. ها انتم ها انتم الناس مساكين كيف عايشين. ها يعني الاخت راه عطاتني الاذن. بسم الله، غير قيم غير هذا. غير جلسي بلا ما تسالنتوما. مساكين كيرقعوا. ها الحاله تيتغرى الحاله كيفاش كيعيشوا. ها سير مساكين شنو هذا؟ معليش معليش تما صافي شوف هذا السيطوره. ها انتوما ها ايوا مين غادي؟ ها توشيهم ايوا نشنها خاطر قهوه لا سامحها لي واش الله يحفظك. لا لا سمح لينا اختي. ها الله يجازيك بخير. هاي هذاك الشعير عاوتاني. معليش ها والو نشي القرض. كيفاش هانتوما ها تشوفوا الناس كيفاش مساكين الحاله ديالهم. ها يلا بسلامه اختي، بسلامه سلام سامعك. لا سمحي لنا انت اختي الله يحفظك، شكرا على ملي انا غير دزت غير الطريق كنصور غير من برا، ولكن كنشكرك ملي دخلتينا لدارك. شكرا بزاف الله يحفظك، شكرا الله يجازيك بخير. يعني كيف شفتوا هذيك المراه مسكينه غير بالصدفه شافتني من الداخل، وقع حلت لي الباب وقالت لي اجي تشوف دخل، قلت لي ماشي مشكل. هانتوما ها الناس فين عايشين. ها هذه الطريق هما ساكنين. ها هاد الحالة تقريبا اللي وريت لكم راه تقريبا اللي دخلت لها للدار، راه نفس الحياة كيعيشوها هاد الناس. انا احسب لكم عرفتي شحال من دار هنايا. هانتوما ها الناس فين كيعيشوها. شوف شوف الناس، ها انتم الناس، ها يعني ما بغيتش الناس فين عايشين. ها انتم ناس اخرين. انت شحال من اسرة هنايا ولا؟ واحد العدد كبير ديال الاسر عايشين هنايا. يعني ما عنديش الحق كنصورهم حتى الا خديت منهم الاذن.
مع الناس فين عايشين. ها Yeah.